السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني سمحت يا شيخ أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. أنا جيت أصوم الستة من شوال، فجيت في اليوم الثالث حضرتك قمت على قبل الفجر، يعني قبل الفجر ما يأذن بالظبط بدقيقتين، فطبعا عشان أنا حامل فكان لازم إن أنا آكل يعني عشان أعرف أتم اليوم، فأكلت بسرعة وشربت مية وكان الأذان شغال، وخلص الأذان بدقيقتين بالظبط. بعد ما خلص بدقيقتين بالظبط خلصت انا الطعام والشراب، فهل كده اليوم اكمل يعني كان هتحسب صيام ولا اعيده تاني قبل ما الشهر يخلص؟ اذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فانت مفطره يا ادم. شكرا لك، جزاك الله خير. وياك.